الجزائر سعيرة مدعمة من الدولة. إعادة النظر في التسعيرة ماهيش في البرنامج الحالي، اني غير وريده اني با لو دي جور. لماذا؟ لاننا الاولويه هي تحسين الخدمه. نهار المواطن يكون عنده خدمه ذات مستوى، يكون عنده الماء يوميا بدون انقطاع، ثم نقدروا نتحدثوا على التسعيرة. لكن الاولويه دوك والبرنامج تاعنا راه مركز اساسا على تحسين الخدمه وعلى ضمان الماء يوميا لكل مواطن جزائري. نبدا لك بالمياه الصالحه للشرب. يعني على مستوى الوزارة قمنا بتقييم كل الولايات وعندنا مخطط باش نضمنوا الماء الصالح للشرب لرمضان وهذه الصائفة. فيما يخص الري 63% كامتلاء السدود، يعني كمية تكفي. ولازم ناخذ نفهموا باللي الكمية الكبيرة اللي نمدوها لسقل الأراضي تأتي من المياه الجوفية. سنويا ناخذ حوالي 6 ملايير متر مكعب للسقل، والمياه الجوفيه حاليا ما عندناش مشكل، يعني يبان باتمون دو ناب اون بو نقدروا نلبيو الحاجيات بدون مشكل.